مرحبا، معكم علي عز الدين. كتار بيعرفوا انه انا بكتب قصص للولاد الصغار. هالشهر حضر لكم ورشة عمل جديدة مع زميلتي هبة يلي رح بتخبركم شو رح بيصير السبت 25 فبراير بدبي وجها لوجه. شكرا علي. بهالورشة التدريبية رح نتعرف على استراتيجية استخدام القصص الرقمية بالتعليم. رح نتعرف على عناصر القصة من صوت وصورة ورسوم متحركة وموسيقى تصويرية، ورح نتدرب على بعض التطبيقات المختلفة اللي بتساعد التلميذ والمعلم على إنشاء وإنتاج هذا النوع من القصص. كونوا كتار!